من الآخر، هانا بالنسبة لتامر محسن، أنا عارفة مصر اتقلبت على موضوع هانا ده، أنت شايفها ضحية ولا شايفها ست مفترية؟ هتكلم عن هانا وحازم ومؤنس وكلهم كلهم بالنسبة لي، لأن أنا مش قادر أفرق بينهم، كلهم بالنسبة لي كتلة واحدة، أبرزهم هانا طبعا. أوكي؟ بس هم كلهم، هانا ست مفترية طبعا، ولكن هي مفترية ليه؟ هي يعني هي جاية الحياة تفتري؟ لا، أوكي؟ أنا دلوقتي مشغول جدا بالأسباب المؤدية للنتائج جدا طول الوقت، إيه السبب؟ أو في المرحلة دي من حياتي. لو في أي حد دلوقتي تصرف معايا تصرف أحمق، فأول حاجة بفكر فيها أكيد ده مش يعني مش بيعمل ده، مش لازم بيتهم عشان يعمل كده. أوكي؟ هقول انت في حواراتك او على تويتر مثلا او انستجرام حاسس انك بتدافع عنها او مش بتدافع، بتديها مبررات واسباب فيها تعاطف؟ يعني منى زكي طبعا متعاطفه مع الشخصيه اللي هي بتاديها وشايفه انه ليه الناس متضايقه منها او البعض متضايق منها، فلا اللي متضايقين عندهم اسباب، عندهم اسباب انه هو مش كل واحد بيقابل مشاكل في حياته ما يبقاش مخطئ. يعني هنا عندها مجموعه من الاخطاء القاتله اجتماعيا وقانونيا وعاطفيا، فيها تجاوز للخطأ البريء. تجاوز للخطأ البريء، بس انا شايف حضرتك قاسيه شويه ان فكره تجاوز الخطأ البريء، انا عارف في اخطاء جدا وفي تجاوزات حقيقي، بس انا كان طول الوقت ما اعرفش نجحت ولا فشلت، بس كان طول الوقت الخطأ ده بحجمه اللي حضرتك بتتكلمي عنه له سبب، له سبب يعني، فده بيخليه مربك شويه، بمعنى ان هو مش تصرف شرير مجاني. اللي بيحرك الحدوته دي في الاول والاخر، انا بتكلم عن فكره التربيه، احنا بنعمل هانا دي اتربت ازاي؟ جايز ما عندناش المشاهد دي، انا اخترت ان ما يكونش عندي مشاهد دي، كان ممكن جدا اعمل مشاهد لهانا وهي طفله عندها 5 سنين وست سنين، كان بيتربى ازاي؟ او حازم وهو عنده 7 8 سنين وبيتقارن باخوه الاصغر منه اللي انجح ازاي، او مؤنس وهو عنده يعني جاز مؤنس ظهر ده مؤنس ظهر مشهد واحد اوكي، لكن كان ممكن يبقى فيه الاختيار ده، بس انا شايف ده لخيال المتفرج نفسه، لكن هي كلها قايمه على فكره التربيه والنشأة والاثر اللي ممكن يعمله في اطفالنا، عشان يبقى فيه الشخصيه المندفعه بغباء، والشخص اللي زي الثور الهائج وبيقول افظع كلام في الدنيا حتى لو قلبه طيب بس بيسبب برضه كوارث، والشخص الثاني اللي بيحاول يوصل لغرضه باي طريقه وبالصبر وبالحيله اوكي بايا كان الثمن، حتى لو في عدم يعني في تصرفات غير نبيله بتحصل وفي واخدانه، بس هوصل يعني وأكمل. كلهم عندهم اخطاء، كلهم عندهم اخطاء. هو المسلسل او تامر محسن لم يدن، ما كانش فيه ادانه لشخصيه، يعني انت سبتهم كده يعني ماشيين في السيناريو بتاعك بيعملوا اخطاء، واحيانا بيتظلموا واحيانا بيظلموا، وسبتنا احنا نخبط في بعض وكل واحد اخذ النتيجه اللي هو عايزها. انما الخلاصه انه ايا كان مفيش ام المفروض انها تتحرم من طفلها او طفل يتحرم من امه ايا كانت التفاصيل، انه مش لازم نعيش اسرى لردود الافعال. كل واحد فينا لو عنده الشجاعه والحكمه ممكن يكسر حلقه ردود الافعال ويعمل اختيار حر بعيد عن الغضب والانتقام والخوف. بالظبط، ده اللي حضرتك قلتيه ده مهم جدا جدا، وفكره ان انا التمس العذر او اتفهم الشخص الاخر ده يفرق كتير جدا جدا. في الجزء الاولاني بس حضرتك قلتي مفيش ام تحرم ابنها، وجهه نظري حضرتك جايه تختلفي معايا، لا ممكن في ام تحرم ابنها عادي، ممكن يعني مفيش مانع لو الام دي ام سيئه، ولكن لو في امل منها فمفيش طفل يتحرم من امه. طفل، انا بفكر دلوقتي في الطفل مش في امه، انا يعني انا الاهم هو عندي هو ابراهيم، لو امه في امل منها وابوه في امل منه فما ينفعش اعتقد يتربى مع واحد ثالث، حتى لو هيتربى في البلد ثانيه وفلوس ثانيه ولكن هيعيش بجرح رهيب مش هيعرف. صحيح، انا كنت بقيس على شخصيه هنا بقول كل اخطائها دي ما كانش يعني في حاجه في النهايه، مهما كنت كاره لهنا فما فيش حاجه
تبرر انها تتحرم من ابنها. يعني العقاب يعني العقاب اللي هو طب هنعاقبك ان انت هتتحرمي من ابنك طول يعني حياتك يعني. يعني انا كنت بقيس على هنا بصراحه مش على مع العلم انه اعتقد ان هنا نوعا ما مش هقول استوعبت الدرس بس ابتدت تستوعب الدرس في اللحظه الاخيره ابتدت. يعني هي مقاتلتها في اللحظه دي ان هي تجيب ابنها احساسها بان هي فقدت ابنها بسبب اهمالها او تلاعبها وتركيزها في توصيل رساله للاخر رساله انتقاميه يعني هي دي اللي كانت عامياهم هما الاثنين فاصبحوا مش عارفين هما بيدوسوا على مين وهما بيوصلوا رسائل انتقاميه لبعض اللي هي انتقاميه قايمه على حب على فكره يعني هو من الحب ما قتل يعني هي حاجه مبنيه على غضب مبنيه على ثوره مبنيه على انفعال لحظي بالظبط بالظبط لا ما فيش حد بينسى امه فاهم يعني ايه مهما عملت لو جبت له احسن حاجه في الدنيا مش هينساني ما فيش حد بينسى امه فاهم وهيكبر ويكرهك يا مؤنس عارف يعني ايه هيكرهك لان انت اللي حرمته مني الام ما بتتنسيش يا مؤنس ما فيش حد بينسى امه